تحكيوا في بين الناس على موضوع مش فقط يهم البلاد، مش فقط يهم الإنسان، كذلك يهم الحيوان ويهم الطبيعة. اليوم العالم الكل اللي قاعد يحكي على الانحباس الحراري والتغيرات المناخية، وكيفاش الناس اللي تضبط في برامج للمحافظة على البيئة وعلى المحيط، ولكن كابوس الحرائق لا يزال متواصل. حريق هائل في قبلات اللي يجي على حوالي 15 هكتار من أشجار الصنوبر الحلبي، هذا راو خسارة كبيرة، راو باش تكون فما شجرة موجودة في معناتها في جبل راو يحب لها سنين وسنين وسنين. يكون معنا العميد معز بن خليفة المدير الجهوي للحماية المدنية بباجة. قبل ما ناخذ ماذا بيا نرجع معك كنزة، وانت تتبع مليح في حتى في كل ما هو أنشطة بيئية، برشا مشاكل اليوم موجودة ويتطلب برشا خدمة باش نعاودوا نرجعوا نعاودوا نحيوا البلايص اللي تحرقوا، نعاودوا نحيوها ايفيكتيفمون هكا ولا لا؟ نشوفوا في برشا هيكل زاد راهو امين الحقيقه وجمعيات قاعدين يخدموا في الجانب هذية، معناتها اما ناقص معناتها الحرائق برشا والكاتاستروف معناتها برشا. وش خص كان نرجعوا بشويه نلقاو الحلول باش نرجعوا نشجعوا البلايص هذوما. ولازم نبداو تو بعد شويه نرجع معك دنيا كيفاش نسى اللي كنت تحكي عليهم اللي يستقاتوا واللي يجيبوا معناها في اللي بلانت نتاعهم من الجبال باش يقطروها باش ينجموا يوصلونا برودوي كيما الانيا وغيره. خلينا نمشيو لباجة مع العميد معز بن خليفة المدير الجهوي والحماية المدنية بباجة، وعودة على حريق هائل في قبلات اللي يجي على 15 نكتار من أشجار الصنوبر الحلبي. سيد عميد مرحبا بك. صباح النور ومرحبا بمستمعي الشمس الخير. شكرا على التواصل. للأسف نقولوا أنه 15 نكتار من الصنوبر الحلبي، شنو اللي صار بالضبط؟ كيف صارت الحريقة ذي؟ صحيح البارحة في حدود الساعة 1:09 بعد الظهر لقت الحماية المدنية مكالمة من عمدة منطقة القريب من قبلات حول بداية حريق في غابة، وفي الحين تم توجيه الشحنات الأطفال من فوق جاز الباب، وعند الوصول تبين أن الحريق هام ومنتشر في الغابة هذه، استوجب معناها تعزيزات من حماية المدنية وكذلك من دائرة الغابات، حيث وصلت العدد الوسائل الإطفاء 10 وسائل إطفاء على أي مكان، وباشرنا عملية الإطفاء رغم أنه المنطقة بوعرة وهبوب رياح. الحق أنه الصعوبة في التدخل هو وجود على مساحات كبرى من زراعات القمح والشعير مجاورة للغابة اللي شعلت فيها النار، كانت تهدد معناها بصفة ما وصلتش للقمح والشعير للنعم، ما وصلتش للنعم النار. في المجابهة بتاعنا عطينا الأولوية القصوى إنه مش نحميه المزارع هذه قرابة 300 هكتار معناها المجاورة هذه في تحت مجاورة مباشرة، وقمنا معناها بتركيز مجهود لمنع انتشار النار نحو المزارع هذه. والحق حتى بدنا فلاحة اللي موجودين على المكان كانوا مساهمين عبر مساعدة في أحداث قواطع نار وحرس الحواشي اللي حدوا لتمكننا أنه مش نمنعوا انتشار النار نحو المزرعة الكبرى. الحريقة ذي تواصل إلى حدود معناها الساعة 9:10 اللي من خلالها تمكننا معناها من إخماده، ومازلنا معناها مواصلين مع مصالح غابات الحراسة اللي التأكد بصفة قطعية إنه ما يتمش الحريق ما يعاودش ينطلق من جديد. المساحة اللي تمت اللي احترقت قدرة 15 هكتار معناها هذه خسارة كبيرة، خسارة كبيرة برشا زادة خسارة تاعنا غير الغبية. وهنا معناها نعاود نأكدوا إنه يمنع معناها بعيدا إنه شعل النار ولا نيران ولا تايش سيجارة ولا تايش بونتا ولا اللي هو الحريق هو لحد ذات موضوع عنده أسبابه أكيد، ما هوش حريق طبيعي. لو جاء في الأسباب فماش تبغى إجرامية في هذية ولا مازال أبحاث؟ هو الأبحاث انطلقت من قبل مصالح الحرس الوطني
والمعطيات الأولية ما فماش تبقى إجرامية، معناها تبقى هذه الأولية على الأقل ما عندناش معطيات اللي تكون إجرامية، لكن معناها مصالح الحرس الوطني بالطبع هي مختص في المجال هذا وقاعدة تبحث تاعها. تم السيطرة على الحريق نهائيا سيد العميد؟ اي نعم، تم السيطرة كما قلت لك على الحريق بداية من الساعة 9 و10 دقائق ليلة أمس. تبقى احنا من الإجراءات الاحتياط انه نواصل المراقبة لمدة 24 ساعة. واضح. نشكرك برشا سيد العميد معز بن خليفة المدير الجهوي للحماية المدنية بولاية باجة، ومثل هالحرائق هذه اللي كل عام نلقاوها ونعاود نذكر وأنه خسارة كبيرة. سيفري بارك الله في الناس اللي حافظت على ممكن حقول القمح والشعير، أما زاد راهي خسارة كبيرة للثروة الغابية والثروة الحيوانية الغديكة، وأنه راهو مش بالساهل، وأنه نعاود نحييو جبل من الجبال. وراي 15 نكتار يظهر لي تحكي على نساء اللي ممكن شركائكم في ألانيا اللي معاش نجمو يلقاو يخدمو هكا ولا لا، هذيك مورد رزقه. وزيدا معناها هذي الأجيال القادمة اللي باش نخليوهم، معناها كي لصغارنا معناها هو تعرف شجرة قديش لازمها من عام باش تكبر، باش الغابة باش معناها تتعب، باش تولي فما كثافة غابية يحب لها برشا وقت وبرشا عناية. كيما تعملوش اللي كنتي عملوا لصغارك، خلي لهم صغارك، معناها راهو الشجر مش كان طبيعة، معناها هذيك من شنو نتنفسوا أباغ اللي معناها عبيد تخدم، هذيك مورد رزقها. الشجر هما اللي بدلوا الأكسجين، معناها فما برشا عوامل اللي ومازلنا في اول سخانه.